قسيس شادي، اخترت هذا الموضوع لأنه كتير بيصلنا أسئلة حول هذا الموضوع، وأنا وإنت متفقين طبعا، متفقين إنه ولا أي واحد مسيحي في كل العالم يؤمن بثلاث آلهة، ولا حتى هذا الموضوع موجود في العهد القديم ولا في العهد الجديد. ولكن لا أعلم لماذا يتهموننا أحبائنا المسلمين أننا نعبد ثلاث آلهة، وهذا مخالف للعقل، مخالف للمنطق، لأنه دائما نقول ما في مسيحي واحد في كل العالم يؤمن بثلاث آلهة. فالسؤال الأول اللي عاوز أوجهه لإلك قسيس، إنه كيف فينا نفهم التالوت في بحسب يعني الفكر الكتابي؟ قسيس نزار، بالنسبة للتالوت واللي هو أعتقد أهم تعليم مسيحي، أهم ما في المسيحية وما يميز المسيحية هو إيمانها بالتالوت. لا يوجد هناك يعني دين أو في أي فلسفة عالمية أو بشرية تؤمن أو تقول بالتالوت، لكن فقط المسيحيين هم من ينادون بالتالوت. لكن لما نقول التالوت لازم نحط في بالنا أنه المسيحيين من بدايتهم من 2000 سنة لما بيقولوا كلمة تالوت هم بيقولوا أنه الله واحد، وهي النقطة الأولى. بيقولوا أنه الآب هو الله، أنه الإبن هو الله، وأن الروح القدس هو الله. فإحنا بنشوف بالكتاب المقدس أنه الله واحد، هذا واضح في كل الكتاب المقدس. الآية المشهورة في تثنية 6:4، تسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. والرب عاد هاي الآية أيضا في مرقس 12 لما كان بيتكلم مع الكاتب وقال له أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فهذا غير مختلفين عليه. لكن أيضا نجد في الكتاب المقدس أنه الآب هو الله، أنه الإبن هو الله، أن الروح القدس هو الله. لكن نجدهم الثلاثة متساويين، مشتركين في نفس الجوهر الإلهي، لكن متميزين عن بعض البعض. فببساطة منقول أنه إحنا كمسيحيين نؤمن بإله واحد، لكن هذا الإله الواحد ليست وحدانيته وحدانية بسيطة، لأنه هاي الوحدانية البسيطة هي زي ما هنشوف ممكن خلال الحلقة هي ضد العقل وضد المنطق وضد الكتاب المقدس نفسه. وحدانية بسيطة بمعنى أنه هو شخص واحد أو كائن أو أقنوم واحد، لكن هو موجود في ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس، متميزة عن بعض البعض لكن تشترك في الذات الإلهية الواحدة. فالابن ليس إله منفصل عن الآب وعن الروح القدس، لكن الابن متميز عن الآب، متميز عن الروح القدس. فإحنا نؤمن بإله واحد موجود في ثلاثة أقانيم.